قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة بورسعيد بتعبئة شاحنة مساعدات مقدمة لأهالي قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع أهالي محافظة بورسعيد وجماهير النادي المصري. أوضحت جمعية الهلال الأحمر المصري ببورسعيد أن هذه هي الشاحنة العاشرة التي يتم تقديمها من محافظة بورسعيد لدعم أهالينا في فلسطين، ومستمرون في تقديم المساعدات تأكيدا على الدور الداعم من الدولة المصرية للقضية الفلسطينية. المتطوعين الأول بيقوموا بفرز برضو الكراتين، بيقوموا بفرز المصنفات، بنعمل داتا ليها، وبعد شحناها هتروح بإذن الله على العريش. فاتورة رقم 10، وإن شاء الله توصل لهم زي ما وصل ليهم اللي قبل كده، ونتمنى يفضل خط الإمداد موجود مستمر نقدر إن احنا نمد بيه لحد ما الأزمة إن شاء الله تعدي وتمر بسلام. إحنا النهاردة عندنا القافلة دي بالتعاون مع جماهير النادي المصري، بتحتوي على مواد غذائية، أكل، فول، مية، جبن، وفيها ملابس حريمي رجالي وأطفال، وكمان فيها أكفان، وفي بعض الأدوية اللي يحتاجها إخواتنا وأهلينا في غزة.